ما نتحدث عن قرار الاتحاد قبل قليل صدر رسميا، القرار يمكن قبل أقل من نصف ساعة صدر رسميا، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم إقامة وإرجاء إقامة اللقاءات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن للدوري للمحترفين لحين انتهاء مشاركة المنتخب الوطني من بطولة كأس آسيا. يعني مجرد ما تنتهي مشاركة المنتخب الوطني سيكون هنالك مباريات المؤجلة الأسبوع الخامس والأسبوع الثامن، أما مباريات كأس الأردن ستكون خلال مرحلة الإياب. هذا باختصار يعني هذا القرار. وأضيف على هذا القرار نقطة مهمة، بأنه الفترة الثانية لقيد اللاعبين ستكون بعد مباريات المؤجلة. يعني راح يكون بعد عودة المنتخب من كأس آسيا راح يكون هنالك انطلاق للمباريات المؤجلة، يعني انت بتحكي لك بأسبوعين تقريبا، ومن ثم سيفتح القيد وستكون الفترة الثانية من قيد اللاعبين بالتحرير القيد أو التعاقد. أو القيد، نعم. رأيك بالقرار هل هو منصف؟ شوف، احنا في أي شيء لمصلحة منتخبنا الوطني بالعكس احنا دائما معه. هسا احنا يمكن مدربنا المنتخب أبى انه يوقف المرحلة وياخذ وقت طويل في إعداد المنتخب. احنا لسه بنحكي، احنا بهمنا الآن صراحة مصلحة المنتخب الوطني. يمكن حسين عموتة سمعنا انه قبل فتره انه بيخطط لمعسكر سواء في قطر او الامارات بحيث ياخذ وقت كافي لاعداد لاعبين المنتخب من اجل هذه البطوله. احنا اكيد احنا في ناس راح مضرره من القرار، لكن عن مصلحه منتخبنا الوطني كنا نقف دائما له. الان موضوع ايقاف المرحله لفتره طويله جدا، يمكن حكينا انه الكابتن حسين محتاج لهي الفتره وهو صرح بذلك يعني، ويمكن مخطط في معسكرات ما قبل الذهاب إلى مباراة آسيا. بالنسبة لأنديتنا أكيد يمكن شوي الأندية راح تدخل كاهلها من هاي الفترة الطويلة، احنا عارفين، لكن تبقى مصلحة المنتخب الوطني هي الأولوية إنها كشارع طيب. رياضي وأندية رياضية. نيجي يمكن كان في اعتراض من بعض الأندية، يعني هل المباريات راح تكون الحسين والوحدات، يمكن هي أهم المباريات، ومباراة للوحدات، وأيضا أظن الوحدات والرمثا، الفيصلي له مباريات مع شباب العقبة أظن، وأيضا مغير السرحان. جميل جدا. مباريات الكأس راح نجيها الآن. يمكن المباراة اللي في عليها دائما حديث هي مباراة الحسين والوحدات، وذلك لأنه الحسين متصدر والوحدات هو الوصيف، فالحسين يطالب بأن يكون الوحدات أو مباراته بعد انتهاء الجولة الأخيرة، يعني في اثنين بعد 21 يوم الخميس تخلص، بعد 21 أن يكون المباراة، لكن عموته طلب المنتخب بعد هذه الجولة، وبالتالي كان الحديث دائما حول هذه المباراة، هل سيلعب الوحدات وسيأخذ نفس بالتعاقدات بالوقوف على هذه الراحة بالوقوف ويكون مستعد أكثر للحسين، أم أنه الحسين بده يستغل هالفترة أنه مندفع وأنه أموره، خلينا نحكي بصراحة، أموره ماشية تمام أنه يلعب هذه المباراة. هاي كان الخلاف. شوف هي بس كان متخوف، كانت متخوفين أنه يكون هناك يفتح باب القيد، فبالتالي عملية الاستقطابات لهاي الأندية تكون بصراحة يعني في حل مشاكلها الفنية. فنادي الحسين كان متخوف من هاي الناحية، وخلينا نكون واقعين كان حقه انه انا يا عمي بدي العب بالمرحلة باللاعبين الموجودين، لكن الاتحاد الأردني انصفه يمكن بقرار انه باب القيد والتحرير راح يفتح ما بعد بطولة آسيا، فيمكن شوي هذا القرار ساعد على مبدأ الشفافية بين الأندية. فنادي الحسين يمكن رضخ هذا القرار بسبب أنه باب القيد راح يفتح ما بعد بطولة آسيا، يعني وكان هذا التخوف احنا حكينا يعني إنه يعني أنت قرار أنه فتح باب القيد بعد المباريات المؤجلة، هل هو برأيك منصف للجميع؟ هلا للجميع لا، لكن خلينا نكون بالأندية المنافسة، يعني المنصف للأندية المنافسة،
أسأل الفيصل يقابل حسين الأربد بهذا الشكل، ومن حق لحسين الأربد أن يقابل وحدات بها بالظروف والأوضاع الموجودة بالوقت الحالي. فبالتالي القرار هذا ساعد على أنه يكون هناك أريحية من قبل نادي الحسين الأربد. هو كان الأفضلية أن يقابله خلال الفترة القادمة، لكن إحنا حكينا في بداية كلامنا مصلحة المنتخب الوطني هي فوق مصلحة الجميع، ويمكن الكابتن حسين عمودة يعني عبا أن يأخذ أكثر وقت للاعبيننا يعني، وإحنا بصراحة مقدمين على بطولة مهمة جدا. الآن يمكن إذا بدنا نحكي اليوم المنتخب فلا صوت يعلو فوق صوت المنتخب. بعد هذه الجولة سيكون دائما التركيز على المنتخب والدعم دائما للمنتخب الوطني. طيب بدي أروح مخرجنا حازم إذا كان، خلينا نأخذ الاتصال الهاتفي مع محمد عبندة عضو إدارة نادي الحسين. الله يسعد مساك محمد. مساء الخير أخوي ليث، مساء الخير إليك ولأخوي شامل. محمد اليوم بعد قبل نصف ساعة يمكن صدر قرار الاتحاد الأردني ومجلس إدارة الاتحاد الأردني بتأجيل المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس الثامن، يعني مباريات الذهاب لا بعد كأس آسيا، وأصدر فيها أيضا قرار بأنه فترة القيد ستكون بعد هذه المباريات المؤجلة. هل رأيك به أو رأيكم أنتم كنادي الحسين بهذا القرار؟ محمد سيدي سامعك، رأيكم بهذا القرار؟ تمام سيدي. شوف احنا في نادي الحسين اول اشي مع مصلحة الكرة الاردنية ومع مصلحة المنتخب الوطني ومع مصلحة الاندية. جميل جدا. تمام. هلأ من باب العدالة والمساواة اخوي ليث، انه تلعب جميع مباريات مرحلة الذهاب في مرحلة الذهاب بكل ظروفها بالادارية والفنية والمادية، انها تلعب في مرحلة الذهاب. تمام. هلأ عملية تأجيل المباريات خاصة إحنا في نادي الحسين، يعني بصراحة أنت شايف النتائج وشايف رتم الفريق وشايف الـ الأمور الفنية والأجواء اللي بتسود بالنادي، للأمانة هاي بتضر الفريق. ولكن أنا بحكي لك يا مصلحة المنتخب، مصلحة الكرة الأردنية، طبعا كل الأندية، وما في حدا يعني ما بهمه المنتخب الوطني يصل لأبعد مرحلة بكأس آسيا. هلا ال 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 كان الأجدر بالاتحاد سيدي، يعني انه لو اجلوا التجمع يعني بين الاتحاد والكابتن حسين عموسى، لو اجلوا لمده اسبوع التجمع المنتخب، اجلوه لمده اسبوع، كان سكروا كل مرحله الذهاب بكل ظروفها وطلعوا من باب فتره القيد والتكاليف الانديه واستقطاب اللاعبين. لانه انت في البدايه مرحله الذهاب بس بلشت فيها، انت بلشت بكل الظروف اللي بنيتها، وانت شو بدك من 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 بطوله الدوري من الموسم بلشت فيها، فالاصل انها تنتهي فيها. يعني انتم كان مطلبكم انه خلص مددوها الاسبوع يا محمد؟ انا سيدي، انا هسه تحكي لي انا عندي بكره مباراه مع السحاب، مضبوط؟ نعم. انا جاهز، قول لي العب مع الوحدات يوم الجمعه، بقول لك انا جاهز، ما عندي مشكله. يا سلام. ما عندي مشكله، احنا عارفين فريقنا وعارفين الامور الفنيه وعارفين مستوى اللياقه وعارفين الأمور الإدارية اللي عمالها بتدور بالفريق، أنا ما عندي مشكلة. وهي هي بالنسبة كنادي الحسين نحن ما عندنا مشكلة لو تأجل لمدة أسبوع ولعبت مرحلة الذهاب كاملة. وكان للأمانة الاتحاد طلع من مرحلة التأجيل ومرحلة فتح الباب القيد للفترة اللي هي بين مرحلة الذهاب والإياب ومرحلة التكاليف ومرحلة التعديل، كان كل مرحلة الذهاب شو بنى عليها من البداية، من بداية الموسم كل فريق يعني انتهت في نفس المرحلة. طيب يعني الآن أنتم كإدارة نادي الحسين مع هذا القرار، يعني خلص إنه الأمور حسمت وأنتم مع هذا القرار انتهى، يعني ما في هنالك مثلا طلب باستئناف؟ معلش محمد، بس هنالك إنه مثلا ما راح يكون في طلب للاستئناف لهذا القرار، اعتراض، شو قراركم؟ هلا سيدي احنا بحكي لك كنادي الحسين هذا قرار اتحاد، وانا في البدايه حكيت لك احنا مع مصلحه المنتخب ومع مصلحه الكره الاردنيه. جميل جدا. وبهمنا المنتخب كثير، لانه كمان نادي الحسين كمان رافد اساسي من عناصر المنتخب. ف يعني في النهايه قرار من الاتحاد، يعني ما راح نقدر، يعني ما راح نقدر لا نقدم اعتراض ولا
نقدر انه نلعب فعل، ولكن في مجال انه تاجيلها لمده اسبوع احنا ما. ولكن انت بتحكي لي القرار، انا قرار جديد شكله طلع، انا ما شفته يعني للامانه. قرار قبل نصف ساعه طلع. اها يعني قرار الاتحاد بدي احكي لك اخي. طيب محمد عبدنا بدي اشكرك، بدي اشكرك على هالمداخله، شكرا لوجودك معنا. شكرا محمد عبدنا عضو مجلس اداره نادي الحسين على هذه المداخله. يمكن يعني هي الانديه الاردنيه كلها مع المنتخب الوطني، يقول لك نعم. المهم مصلحه المنتخب الوطني، ونحن كصوت مع المنتخب الوطني. اليوم الاتحاد قرر هذا القرار، هو لصالح المنتخب الوطني بالاول والاخير، وانصف وقدر الامكان انصف عندما تحدث بانه فتره القيد ستكون بعد المباريات المؤجله. يمكن انا بدي احكي عن الموضوع انه ما دام حط وخطط لمرحله الاياب لابد من انجازها حسب الكابتن، حسب كلام الكابتن احمد. لكن انا بحكي لك في ظروف متغيره، يعني يمكن في ظروف متغيره يعني خارج عن الاداره، يعني الكابتن حسين عموته يمكن شاف في بعض نقاط معينه. وبصراحه خلينا ندعم الكابتن حسين عموته بصراحه بالفتره هاي، بصراحه لازم نوقف معه داخل على بطوله اسيا، خلينا نشوف شو النتائج. يعني احنا ما نصبر، خلينا نوفر الظروف ونوفر له الدعم الكافي في سبيل انه هو شايف نقاط فنيه لابد العمل عليها ولابد يعني ياخذ اكثر وقت. العموته ما طلب هالاسبوع الزيادة، هو أسبوع اللي طلبه، وهذا الضغط في الأسبوع إلا شايف في هالأسبوع في إفادة عالية. يمكن أحكي لك شغله، يمكن موضوع الإصابات له دور، متخوف من هاي الناحية، النزول يمكن بده يرفع المستوى البدني أكثر مثلا يعني، فهو يمكن شايف أمور إحنا مش شايفينها. لكن إحنا بالأول بالأخير بنوفر هذا الدعم له وننتظر النتائج، ما نتائج هذا العمل في فترة آسيا. طيب حسب القرار بعد كأس آسيا وعودة المنتخب من كأس آسيا، مجرد خروج المنتخب يعني مجرد مشاركة المنتخب ما تنتهي بكأس آسيا، سيكون هنالك بعدها بأيام قليلة سيكون هنالك المباريات المؤجلة، ومن ثم هيك بده يمدوا أو يرحلوا لفترة القيد. نعم هسه شوف فترة التلقات الشتوية يعني هي متأخرة بصراحة، لكن من باب الإنصاف أنا توقعاتي هيك، يعني انجبروا هذا القرار حتى يكون هناك إنصاف وشفافية أكثر ما بين الأندية. يعني زي ما قال لك أنا من حقي أني ألعب في الوقت الحالي، لكن أنا ألعب مع الفيصلي كحسين إربد وألعب مع الوحدات بلاعبين غير اللاعبين الفترة الحالية، فأكيد راح يكون فيها ظلم بصراحة لنادي الحسين. لكن اضطرارا لهذا القرار كأس آسيا أخلص بعشرة عشرة هو 15-1 إحنا أول مباراة لنا، 15 وببلش في 12 واحد بخلص بعشرة اثنين. نعم يعني بعدها بده يكون باسبوع او عشرة ايام المباريات، بعدين ممكن يدخل على فترة القيد مباشرة. في عنا فترة المنتخب لتصفيات كأس العالم شهر ثلاث بداية ثلاث. طب افرض المنتخب اخذ كأس اس ان شاء الله تتأخر بعد مبارياته يا سيدي. لا يا عمي ما بزبط، اقول لك لا ما بدك، احنا بنوقف الموسم، بنوقف الموسم لاجل ذلك يا سيدي. تخرب الاجنده ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. طيب ان شاء الله وقد هالمنتخب والله ان شاء الله. النشامه والله باخذوه، النشامه مهما كان ضرب بضرب نشامه، ضرب نشامه اذا ان شاء الله الامور تمشي. لعبنا عند المحك يظهر يا كابتن ليث ان شاء الله يا رب. اذا بعد انتهاء مشاركه المنتخب بكاس اسا وان شاء الله هيك ب 10 2 يكون نضل 10 2 نضل 10 2 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب راح يكون المباريات المؤجله، ومن ثم ستكون فتره القيد، ومن ثم هنالك تصفيات كاس العالم شهر باكستان بارضنا وبارضهم، يعني راح تكون مرحلتين. يعني على كل حال نتمنى التوفيق دائما لانديتنا الاردنيه. وقرار يعني انا شفته قرار صائب وقرار ذكي من الاتحاد، واظن انه كان في نوع من العداله بنسبه كبيره، حاول الاتحاد يحقق العداله يوازن ما بين المنتخب والانديه. خدم المنتخب يمكن من القرارات اللي يشكر عليها الاتحاد، لانه بالفعل حاول قدر الامكان وازن بين الامور، وازن بين الامور، وكانت الامور قرار يعني سليم. انا برايي يعني رأيك؟ أكيد في آراء راح تختلف، إنه الأندية أكيد في بعض الأندية راح تعترض على هذا القرار نظرا للتكاليف المادية راح ينضاف عليهم في الفترة القادمة. لكن إحنا بنحكي أنا بالنسبة إلي بهمني مصلحة المنتخب الوطني في البداية،
100% اي شيء لا لا اي شيء بمصلحه المنتخب احنا راح نقف معه وندعمه ان شاء الله يعني. ان شاء الله نتمنى التوفيق دائما للمنتخب، وهي فرصه ايضا للعموت للاطلاع اكثر والوقوف اكثر على حيثيات الفريق، على حيثيات المنتخب، لانه يا عموت احنا بننتظر ظهور المنتخب بفارق الصبر، ونحن شعب يعشق المنتخب بشكل كبير جدا، ونعشق انجاز المنتخب، وكل انجاز للمنتخب يصنع فرحة كبيرة جدا في هذا الوطن وفي هذه البلاد. فاعلم انه احنا ننتظر مباريات المنتخب بفارق الصبر، دال 10 ايام وخذ 20 يوم، لكن نريد الانجاز. على كل حال هذا حديثنا عن التأجيل وقرار الاتحاد الأردني بتأجيل المباريات لما بعد كأس السنة.